تتواصل الإبداعات، تتواصل التحديات، تستمر أشواط الصعوب على أرضية هذا الميدان. انطلق شوطنا 11 والخاص بالبكار الصعوب جبارة على الصدارة. مبارك بن سعيد بن سيف الشامسي على البداية على مقدمة الشوط، بينما عنيدة مع المركز الثاني وسنان بخادم الراشد المهيري، وفي المركز الثالث من الجانب الآخر شقرة عبد الله بن محمد بذني الراشدي بدأ بالحضور وبدأ بالتدخل من خلال تواجد شقرة مع المركز الثالث. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة والحاضرة بهذا الأداء المتميز وبهذه الانطلاقات المتجددة والمتواصلة. ولكن جبارة مبارك بن سعيد بن سيف الشامسي على الصدارة على البداية على المقدمة، بينما بذني وبن خادم والشامسي أيضا قادم بالاسم الآخر هي ثمينة، ولكن العودة إلى جبارة وثمينة أيضا بنفس الشعار وبنفس المالكة. مبارك بن سعيد بن سيف الشامسية واسنان بخادم الراشد المهيري مع عنيدة، والتدخل والحضور من غاية زايد بن سرور المشغونية، بدأ بالحضور بدأ بالتدخل والمهيري مع الشاهينية. شوف معركة الصعوب ابداع الصعوب، وهنا يتقدم المشغونية والشامسية والمهيري. المعركة الأخيرة لمن ناموس هذا الشوط، جبارة وغاية ولكن الشاهينية مرت مرور الكرام لتحقيق ناموس هذا الشوط. النقطة الثانية على التوالي مشكور بو خليفة على الإبداع على تقديم هذه النوعيات للجيل الصاعد مع الصعوب. تهانينا والناموس على هذا الوزن انتصار سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، انتزع ناموس هذا الشوط. والنقطة الثانية على التوالي المركز الثاني زايد مسرور المشغولي، وفي المركز الثالث محمد بن حميد العويسي خذ المركز الثالث. هذه النتيجة، التوقيت الزمني 2:25. تهانينا والناموس.